السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نشتغل على أي مشروع لازم نحدد اللوكيشن بتاعه ولازم نحدد اتجاه الشمال. طيب ممكن بكل بساطة من اوبشن بلاقي عندي هنا البروجكت بريفرنس ولاقي هنا البروجكت لوكيشن، فتبدأ تحدد خطوط الطول والعرض بتاعتك والتايم زون بتاعك والارتفاع عن سطح الأرض والبروجكت نورث. وده هنلاقي طريقة تانية لتحديده زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. وهنا تقدر تكتب البروجكت نيم، دي ديتيلز بقى البروجكت نيم، مثلا هتسمي كذا، الديسكريبشن بتاعه، البروجكت اي دي، البروجكت كود. وهنا هتلاقي السايت فول ادرس، تقدر تكتب العنوان زي ما انت عايز. اخر حاجة بقى جوجل مابس، لو انت عايز تحدد المكان خارج جوجل مابس فتقدر تحدد النقطة اللي انت عايزها. طيب دلوقتي اقول له كانسل، وخلينا نروح للاوبشن بروجكت بريفرنس واقول له سيت بروجكت نورث، فبيقول لي حط الشكل هنا وتبدأ بقى تحدد الزاوية بتاعتك زي ما انت عايز.